أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا رياحين المستقبل. أنا اشتقت لكم كثيرا وجئتكم اليوم لنحفظ آية جديدة معا. هيا نتعلم معا. أخبريني يا أمي، ما هو دعاء اليوم؟ سالي، عندما نعمل أعمال صالحة كأن نتصدق مثلا، أو أن نسبح، نستغفر، نصلي على النبي الكريم، نقرأ القرآن، علينا أن ندعو بهذا الدعاء العظيم الذي ذكر في سورة البقرة، ألا وهو: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جميل جدا. هيا يا رفاق، هيا نردد معا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أحسنت. مرة أخرى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أحسنت. وعندما ندعو الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، علينا أن ندعوه دائما في الأعمال والأقوال حتى يتقبل الله عملنا. الله يا سالي دائما يتقبل أعمالنا الصالحة وأقوالنا الطيبة، وإن نسينا نحن أن ندعو بذلك، ولكن الله عز وجل يحب أن نناجيه وندعوه، وفي دعائنا لله عز وجل حب ورغبة ورجاء ومحبة. اللهم اجعلنا دائما قريبين منك ولا تدعنا نضل الطريق، فالقرب منك حبل النجاة من كل شيء. أنا أحبك يا الله. أحسنت يا سالي، أنا فخورة بك. اللهم آمين. وأيضا قال الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والله يعمل نوايانا في أعمالنا. إلى هنا يا أصدقاء انتهى فيديو اليوم. نرجو لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، ولكن قبل أن أذهب لا تنسوا قولوا معي: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دمتم بحفظ الله.